معكم حواش عبد الرزاق رئيس جمعيه مكناس الزيتون لوهيبي الدم، وهي جمعيه تاسست مدينه مكناس منذ سنه 1992. الهدف الاساسي ديالها هو نشر ثقافه التبرع بالدم وتوفير المتبرعين منتظمين وسليمين لمركز تحقن الدم. ولهذا طبيعه العمل الجمعيه هو انك تخدم بتنسيق تام مع المراكز التحقن الدم سواء على المستوى الاقليمي او المستوى الوطني. قلت ان الجمعيه خدمت هذه اكثر من 30 سنه وهي في هذا الميدان هذا، وجاء طالب على تاسيس هذه الجمعيه في الوقت اللي ما كانش القضيه التبرع بالدم معروفه تماما. لاننا الحاج ميكو الله يرحمه اللي اسس هذه الجمعيه كان احتاجوه في انه هو عنده الاو نيجاتيف، واحتاجوه في مدينه القنيطره باش يعطي لواحد المريضه الاو نيجاتيف وداوه من مكناس حتى القنيطره. لهذا فكر ديك الساعه قال لي ما لا اننا ناسسوا جمعيه في مكناس اللي تضم هاد المنخرطين اللي كيخدموا في هذا المجال هذا. منذ ذاك التاريخ والجمعيه كتحاول تعمل برامج مختلفه وفي شراكات متعدده سواء مع الجماعه او مع مجلس المبادره الوطنيه للتنميه البشريه او مع مؤسسات اخرى بحال هذه اللي مؤخرا مع المجلس الجهوي للمتقين بمدينه مكناس. كنديروا اتفاقيات باش نديروا انشطه كلها تكون انشطه اشعاعيه لنشر ثقافه تبرع الدم، فيها ملتقيات، فيها حملات خارج مراكز تحقن الدم. لاننا فهمنا نحن ولا حنا المركز بان المواطن المغربي كيصعب عليه ينتقل حتى لمركز تحقن الدم لان هذه المراكز جات بعيده على وسط المدينه. فلهذا احنا ابتكرنا واحد الطريقه اننا حنا نخرجوا عند المواطنين. بدينا كنمشيو للمؤسسات التعليميه، للجامعات، للجمعيات، المقرات الجمعيات، واخيرا بدينا كنمشيو للمساجد. المساجد اللي حلت لنا واحد المشكل كبير بتوفير متبرعين منتظمين، ثم الساحات العموميه في فصل الصيف. ولكن غنقدم لكم دابا صفتي كرئيس جمعيه مكناس، ولكن في نفس الوقت انا رئيس الرابطه المغربيه لجمعيه المتبرعين الدم على الصعيد الوطني، لان كاين دابا عندنا ما يزيد على 17 جمعيه وطنيه اللي كيخدموا في كل جمعيه كتخدم في جهه. مثلا الان وجده راه خدامين الحسيمه، مراكش، العرايش، وخصوصا المدن الساحليه اللي كيكون فيها حملات على ضفاف البحر اللي كيكون البحر تيكون عام في فصل الصيف، فبالتالي كيديروا حتى هما خيام بحال هذه او لا شاحنه اللي كيكون فيها التبرع بالدم. فاذا الهدف ديالنا احنا في هذه الجمعيه هو نقلب اولا نشروا ثقافه التبرع بالدم، لان المغرب كما قلت لكم سابقا مازال ما قدرش يوصل ل 1% من عدد المتبرعين المنتظمين، في حين ان المنظمه العالميه للصحه ما تجاوزناش 1%. اذا كان واحد الفرق كبير بين الناس اللي كيتبرعوا بالدم والناس اللي محتاجين للدم. لهذا عملية التحسيس باقا طويلة وطويلة بزاف، وخصنا واحد المجهود كبير، ونتعاونوا حنا كجمعيات مع وسائل الإعلام مع المؤسسات الرسمية التي تنقصد بها وزارة الصحة والمستشفيات باش ينشروا ثقافة تبرع الدم ويعودوا المواطن المغربي أنه يتبرع بالدم ديالو بشكل تلقائي ويقلبوا على البلايص فين كيكونوا تبرعوا بالدم. قلت أن ثانيا أننا خصنا هذه واحد الفائدة ممتازة، أن أي واحد تبرع بالدم راه كيستافد واحد المجموعه من التحاليل باش كيطمئن على صحته ديال انه كيعرف فصيله ديال الدم ديالو. تيديروا التحاليل على الليباتيت، على التشمع الكبير الأ والبي والسي، وعلى السيدا والسيفيليس. اذا هذه التحاليل كلها كتعطى بالمجان لهذاك المتبرع، ولكن ما تقولش ان هذه التحاليل مقابل ذاك التبرع بالدم. التبرع بالدم هو تبرع وعطاء مجاني، وبالتالي حتى التحاليل كتعطى له بالمجان. فلهذاك هي فرصه الانسان كيطمئن على صحته، ولكن قبل من هذا انه كيدير واحد الاجر كبير، لانه هو فاش يعطي الدم راه ثلاثه الناس كيستافدوا من ذاك الدم ديالو. لان الدم كيتقسم ثلاثه، كاين لي بلازما ولي بلاكيت ولي غروبول. كل مريض كياخذ غير حاجه من هادو، بمعنى ان انا بوحدي الا تبرعت بالدم راه ثلاثه الناس كيستافدوا معايا. فتصوروا هذا العطاء هذا الكبير، وحنا كنعرفوا ان الناس ديال مرضى سرطان الدم، النساء الحوامل، الناس ديال حوادث السير، هادو كل العمليات الجراحيه كلها كتحتاج الدم. اول عمليه تيقوم بها الطبيب خصو قبل ما يتحرك خصو يكون الدم واجد. فاذا الدم عليه واحد الطلب كبير بزاف، في حين ان الناس كيتبرعوا العدد ديالهم قليل. ولهذا الجمعيه هذا هو المجهود ديالها، هذا هو العمل ديالها، انك تحط المواطنين على التوجه الى مراكز تحقن الدم، الى التفكير في تبرع الدم، الى البحث على اماكن تبرع الدم، ويشاركوا في هذا العمل الانساني النادر. وشكرا. لتطوير العمل ديالنا درنا شراكات اولا مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، القسم الاجتماعي لعمله مكناس، اللي هو اللي كان وفرنا واحد الخيمه
قبل من هذه خيمه غونفلابل كان الثمن ديالها كبير وكانت مثيره باش يجيو الناس يبرد الدم. عندنا شارك كذلك مع وزاره الصحه اللي وفرت لنا حافله سياره خاصه بتبرع الدم، يعني سياره متنقله فيها اشهار لتبرع الدم، وهي كنبقاو نقلوا بها في مدينه كنيت باش الناس كنفكروهم بان راه كاين واحد الحاجه سميتها تبرع الدم. ثالثا عندنا شراكه مع جماعه مدينه مكناس منذ تقريبا 10 سنوات اللي كيساعدونا في تطوير العمل ديالنا وفي تطوير وجبه الافطار اللي كتعطى للمتبرعين بالدم من بعد العمليه ديال التبرع بالدم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.